គាត់អាចបើកទំព័រទី100ទំព័រទី101ទៅអស្ចារ្យគឺអាចារ្យស៊ីអតាមនឹងបន្តមេរៀនទី3អាចារ្យស៊ីអតាមនឹង يتحدث عن القراءة មេរៀនទី8គឺនិយាយពី القراءة بالأمس كنا أخذنا التدريب الأول والتدريب الثاني لم أخذنا التدريب الأول والتدريب الثاني اليوم سنأخذ التدريب الثالث نيجي نريد في تدريب في باي التدريب الثالث التدريب الثالث اقرأ ثم ضع علامة الخطأ اقرأ ثم ضع علامة الخطأ اقرأ ثم ضع علامة هذه علامة تسمى علامة الخطأ في جانب الكلمة في جانب الكلمة المختلفة المختلفة في كل مجموعة كما في المثال المثال نعم التدريب الثالث يقول اقرأ ثم ضع علامة خطأ اقرأ ثم ضع هذه علامة أين نضع في جانب الكلمة المختلفة في جانب ما معنى بجانب قريب جانب معناه قريب نعم الجانب بمعنى قريب بجانب الكلمة في بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة كما في المثال ما في بيتون الآن بتوقف يعني كما علامة الخطأ علامة ماذا؟ علامة الخطأ علامة هذه علامة الخطأ اقرأ ثم ضع علامة الخطأ بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة كما في المثال الو بسم الله الحمد لله الحمد لله بسم الله سمعي لو يمكن ده اجي كمان انت ما مساله الحمد لله دوينا تجيب خاطئ وشكنا مناطئ الحمد لله نعم بسم الله ومعذرة قلنا
ندرس اليوم في صفحة 21 في صفحة 21 التدريب الثالث اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة كما في المثال. التدريب الثالث يوم هاتي باي جوني ان اقرأ جوني ان ثم ضع علامة خطأ دومو جو كو سنيان ني سنياني كاجمو دا سنيان الخطأ علامة الخطأ لا ينعي ها كو خواي أي يكون هنا بجانب النقطة ركن الجد بي دال كوكي بجانب الكلمة المختلفة نقطة بي دال كوكي في كل مجموعة نقطة كرم نموي نموي كما في المثال أي نقطة أتيها المثال يبتيها المثال ألف با جيم عفوا ألف با جيم ألف يقول أخذ ثم جيم أخذ ثم يفتح القوسين نعم هكذا التدريب أقول المثال كيف تيها لو هاك مجيب كي أو يل أن أن في تقاهي أخن أختن أخن تبا يكو سنيا كري سنيا كواي ني لك باي بيئنا دائر خوكي لك نقرم ني موري موري هذه مجموعة لك أشموها تأتي مجموعة مجموعة كرم كرمي أليف با جيم دا ننظر أي كلمة تختلف أو ما هي الكلمة المختلفة تا أويتل كي تابيئ مينا كي تبيئ لك خوكي كي كي يبا أخن أختن أخن كي يبا تبيئ بيدي كي روي كنين chứ biết đấy thì biết học kế chứ nhưng cũng sẽ quay được đấy. Ada hua ada gì? Nào. Isnan. Isnan rakam isnan. Ada rakam واحد. Cuma nak tulis isnan. Alif. Ba. Jim. Mana kalimat? ما شاء الله في مشاركة بارك الله فيك حسنا أمين اثنان هو ألف هو وهو ثم يجيب هي هي ما هي الكلمة المختلفة في مناك بجبئة خوبي كيف Ya sahla jadi, ia kurang terberukurin banyak di kah bawa perai bawa biar kau yang ai kau dah tapi mana kita ada kopi kira, kita ada kopi kira nam para kalau si kau kita ada kopi kira tu, dia, kita ada kopi kira tu, dia, nam, salah tak? Tukilah salah tak? Ah, telefon aku pak. ثلاثة أنت الكلمة هي أن ما هي الكلمة المختلفة؟
جيم أن إذن نضع علامة خطأ في حرف جيم. أربعة أحفظ هذا أيضا. أربعة رقم أربعة الكلمة هي هذا هذه هذه هذا هذه وهذه. إذا ما هي الكلمة الكلمة المختلفة في مونات في هذا الخفيف؟ إذا نقول هنا نعم سهلة. إذا هذا هذه هذه الكلمة المختلفة هنا في رقم أربعة بين كوبي كين والموجود هي كلمة هذا نعم ألف بارك الله فيكم نعم جزاكم الله خيرا. إذن التدريب الأول يقول اقرأ ثم ضع علامة الخطأ بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة كما في المثال ما تي موي جوري آن دو مقو سيا خواي نو كباي بي دا خوك بي كي نو كنو كرم ني موي ني موي ودو دو كنو متي ها. المثال واحد أخ أخت أخ إذن كلمة مختلفة هي أخت. اثنان هو هو هي كلمة مختلفة هي هي رقم جيم. ثلاثة أنت 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 كلمة مختلفة هي أنت حرف جيم. وأربعة الأخيرة هذا هذه هذه كلمة مختلفة هي ألف هذا. نعم أحذف وننتقل إلى التدريب الرابع. التدريب الرابع التدريب الرابع يقول اقرأ ثم ضع اقرأ أيضا اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الجملة المختلفة المختلفة بجانب الجملة المختلفة في كل مجموعة في كل مجموعة كما في المثال كما في المثال. نعم لعلكم قد فهمتم علامة. نعم اقرأ ثم ضع علامة خطأ. نعم عندي جيل عندي بقاها جون آن وطبق كو سنيان علامة الخطأ يا أخوي بجانب قريب. الآن كلمة ليست جديدة لكن هي تختلف عن التدريب الثالث.
بيت على كوبي لوم هاتي باي كي هنا فقط لوم هاتي باي كي الكلمة وهنا جملة الكلمة بيت وجملة ما معنى جملة عبارة الجملة بمعنى معناها عبارة جملة يمقرها كلير المختلفة هي مختلفة في كل مجموعة نقرأ ربني مولي مول كما في المثال اللي هو نقرأ فيها إذن المثال هنا أكتب المثال رقم واحد ألف با جيم نعم ما شاء الله نعم clear الجملة بمعنى clear the topic نعم الجملة أنا طالب الجملة الأولى ألف أنا طالب ثم باء أنا طالب ثم أنا طالبة أنا طالبة ثم القوسين نعم التدريب يقول اقرأ توني أن ثم ضع علامة خطأ بجانب الجملة المختلفة توني أن بتوقفوا سياكري نلك باي ركنك بيئ دار كلير دار توجيكي لقنا قرم نموي نموي فهذه مجموعة هذه مجموعة كما في المثال الآن مثال ننظر إلى الجمل جمع كلير تغاقني أنا طالب أنا طالب أنا طالبة إذن أين الجملة المختلفة تاكلينا موتي كلير دار كوبي كي في جملة حرف جيم هنا أنا طالبة وأنا طالب أنا طالب في دوي بكلير نعم فهمتم؟ سيكفاني أخني جل سندوق يا سندوق في أيف أم كلير مرد دا كلير مرد دا كوكي يبكو سيا كلير دا كبا سيا كواي دا كبا كلير دا كوكي كي نعم الآن نذهب إلى رقم اثنان لأنه التدريب سهل أليف با جيم أكتب ننتظر مؤذن حتى ينتهي ثم نواصل إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر الله أكبر. وفيكم بارك الله شيخنا الفاضل، عساكم بخير وعافية. شيخنا موسى حياكم الله. لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والخليل وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله. الآن ننظر إلى رقم 2، الجملة الأولى كيف حالك، الجملة الثانية جملة حرف باء كيف حالك، وجيم كيف حالك. إذن أين الجملة المختلفة؟ حرف نعم في جواب هنا، ما شاء الله فهمت ما شاء الله بارك الله فيك. إذن الجملة المختلفة clear the complicated في كوبا حروف برس سنيا أنا كان جمع متين دي شيء ما نقول دي إي أني كا إي ها أني برس كيف حالك. إذن جملة با في مجموعة الاثنين، مجموعة رقم 2، الجملة مختلفة هي با كيف حالك. جملة كنا نقرأهم لتيني clear the copy كيكو clear the حرف با وهي كيف حالك. تار يكسب سباي ردي أهدف و رقم 3 الجملة مسمك الجملة هي مسمك علامة الاستفهام، هذه علامة الاستفهام مسمك وجن مس مو جاء مع علامة الاستفهام مس. هذه جملة 3 نعم كلير يمين كلير طيب. مس موكا ومس موكي ومس موكا. إذن الجملة المختلفة هي حرف ب نعم حرف ب لأن مسموكي. إذن حرف ب هي المختلفة، هي الجملة المختلفة. ننتقل إلى 4 وأخيرة إن شاء الله، لأن الأذان عن وقت صلاة العشاء. 4 أذن ألف من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ الجملة هي من أين أنت؟ ثم من أين أنت؟ والجملة الأخيرة من أين أنت؟ علامة الاستفهام. الجملة هي ألف من أين أنت؟ ما معنى من أين أنت؟ من أين جئت؟ تا لو تا نيم رقى كنيا موي ساي نه دي ليه تكان فاي ساي تا ني مو بي ن من اين ان هذا صحيح ولا خطا نعم هذا من اين انت ايضا من اين ان تي تا ني مو بي ن الاخيره من اين انت تا لو جي
إذن الجملة المختلفة هي حرف ماذا؟ أين الجواب؟ لم يأتي الجواب. إذن الجملة المختلفة هي حرف جيم. من أين أنت؟ إذن نضع علامة خطأ في بجانب الجملة حرف جيم. الحمد لله، شكرا لكم على متابعتكم، و إن شاء الله إلى هنا ننتهي درس من درسنا اليوم في صفحة 21، وسنلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم يوم السبت والأحد في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ومرة أخرى أشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم ومشاركتكم معنا في هذا الدرس، و هنا ندعو دعاء كفارة المجلس لختام درسنا في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. مع السلامة وإلى اللقاء.